يا اهلا بحضراتكم مره تانية، عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي. الحقيقه ناس كتير من اللي بتعاني من السمنه وخصوصا السمنه المفرطه، لما يبتدوا كده يدردشوا مع الطبيب المعالج او اخصائي التغذيه اللي هم بيتعاملوا معاه، يمكن من الاسئله اللي شبه ثابته ومتكرره في معظم الاحوال ومعظم الحالات السؤال اللي بيقول طب انا دلوقتي ايا يعني حتى قبل ما يسال على الخطه اللي بموجبها هيخس، لا يعني هيفترض ان الخطه هتنفع وان شاء الله هيخس. يسأل دايما طب انا لما اوصل للوزن المثالي اللي انا بدور عليه وبحلم بيه ازاي افضل ثابت على الوزن ده وما ارجعش ازيد تاني في الوزن مره تانية؟ والحقيقه سؤال مشروع وسؤال في منتهى الاهميه، وخصوصا لما تكون مرجعيته نفسيه، فكره ان الواحد حقق حلم وتخلص من وزن زايد كان بيشكل له كابوس في حياته مش عايز يرجع للكابوس ده مره تانية. فتعالوا نتكلم في الفقره دي عن التفصيله دي، فكره بعد الوصول للوزن المثالي المنشود ازاي نحافظ على وزننا ده اطول وقت ممكن. ده اللي هنتكلم فيه مع ضيفتي العزيزه المتالقه في اللون الاحمر النهارده، منوراني دكتوره ريهام الحياوي. صباح الفل عليكي. صباح النور والجمال. معانا في قناه الاهلي لازم احمر طبعا. يعني اقل واجب. اقل واجب. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله بخير. بتهيألي بتتسالي انت كمان السؤال ده كتير جداً. فكره ان انا احافظ ازاي على او اثبت ازاي وزني المثالي اللي انا وصلت له بعد طول حقيقي ده. وسؤال تاني يا كريم، هخس قد ايه في الاسبوع؟ اول ما ياخد اول ورقه الدايت هخس قد ايه وهثبت ازاي يا دكتور؟ طب تعالي نبتدي بالسؤال التاني. يعني فكره الحفاظ على الوزن والثبات عليه مهمة سهلة ولا مش سهلة؟ ولا المفروض تكون سهلة من منطلق ان احنا عملنا الاصعب وخسينا بالفعل؟ كلامك بقى مظبوط جدا. هي مفروض يفترض ان هي تكون اسهل ان احنا عملنا الشوط الاكبر ان احنا وصلنا للهدف او التارجت اللي احنا حاطينه، لكن للاسف هي بنفس صعوبه فقدان الوزن اصلا نتيجه سلوكياتنا احنا، ان عدم انضباطنا. بنفرح قوي قوي بان احنا فقدنا الوزن اللي احنا عايزينه، الله هي خلاص انا بقيت رفيعه، جسمي حلو، اخرج تاني اكل الاكل كنت باكله غلط، في مصيف اسهر، اكل بالليل متاخر، ابتدي اعيش حياتي عادي جدا. يعني الحفاظ على ثبات الوزن محتاج نفس قدر الاراده المطلوبه لفقدان الوزن اصلا. بس تحت اشراف بقى، وده اللي هتكلم عنه بالتفصيل النهارده يا كريم، تحت اشراف فريق طبي كامل يكون هو جايد او المرشد ليك تعمل ايه بالظبط، لان هي الرحله دي مختلفه عن الرحله دي. بس دي ليها ارشادات ودي ليها ارشادات ودي ليها اسلوب ودي ليها اسلوب. طيب احنا محتاجين يكون في داعم لينا عشان يفهمنا نعمل ايه ونمشي صح وما نبقاش مكملين حياتنا في فكره اليويو، ان انا طالع نازل اتخن وازيد بمنتهى السهوله. فاللي احنا عايزين نقوله النهارده ان شركه بايو ناتشرالز قدمت لك المرشد او الجايد اللي هيكون خير دليل ليك تعمل ايه وتخس اولا ازاي، ومش بس تخس، الرحله اللي احنا بنسال بقى عليهم موضوع حلقتنا النهارده رحله الثبات في الوزن يا دكتور. هي مش اقل اهميه من فقدان الوزن. وده حققته شركه بايو ناتشرالز بفريقها الطبي الكبير جدا من خلال كورسات متعدده. والكورس اللي هتكلم عنه النهارده يا كريم هو كورس بيستا. كورس بيستا هو كورس مكمل غذائي طبيعي ما فيهوش اي حاجه كيميكلز ولا حاجه بتشتغل على المخ، عشان انت عارف دايما انا ضد اي حاجه سواء فاتح شهيه او حاجه تقفل الشهيه تكون بتشتغل على مراكز مخنا. احنا بنعمل ايه يا كريم في الكورس بيستا وفريقنا الطبي؟ بنتابعك من اول لحظه، بنعرف لما وبالمناسبه المتابعه دي مجانيه اسبوعيه مع الكورس، مش حاجه خالص بيد ولا مدفوعه الثمن. طيب بنعمل ايه بقى؟ بنتابع المريض بكل تفاصيله من اول يوم، بناخد تاريخه الوراثي، تاريخه في السمنه، اقل وزن وصل له، لو عندنا تحاليل فيها مشاكل، عندنا اي دروب صحي، بنعرف كل التفاصيل دي ونبتدي على هذا الاساس نرشح الكورس اللي طبعا كل مكوناته طبيعيه وامنه 100% وطبعا مرخص من وزاره الصحه. بنبتدي نبدا رحلتنا الكورس بيستا، وهي الالياف المالئه اللي بياخدها المريض على كوبايه ميه قبل كل وجبه بالنص ساعه لساعه. قبل بس ما نبتدي معاك الرحله عايز بس اسالك على سهوله الوصول للمنتج اصلا، هل متوفر في كل الصيدليات؟ يعني اللي يعوز يجيبه ازاي؟ مفيش اسهل من كده يا كريم. طبعا هو متوفر في الصيدليات ده حقيقي زي ما انت قلت، لكن كمان ما فيش اسهل من انا من ارقام التليفونات اللي ظاهره على الشاشه حاليا. أوكي. او صفحه الشركه بايو بيستا، ودي الصفحه الخاصه بشركه بايو ناتشرالز اللي عليها كل حاجه هتكون موجوده، العروض، الهدايا، زي الكلام على هدايا كمان بالظبط، فيتامين دي 3 اللي دايما بقول لكم في اي يعني اي تقريبا حوار طبي يخص التخسيس بقول لكم يا جماعه فيتامين دي اللي ناقص عند ثلاث ارباع المصريين، ليه دور كبير جدا جدا في فكره ان حرقنا يا دكتور بقى ضعيف، ما بنخسش رغم ان احنا ابتدينا نظبط، ابتدينا نمارس رياضه، ليه ما بنخسش زي زمان؟ عشان بمنتهى البساطه ممكن نقول مش عندكم نقص، انتوا ما عندكوش فيتامين دي. لما بتعملوا الارقام وبتبعتوها للفريق على الارقام اللي ظاهره على الشاشه، تقريبا كل الارقام اللي بتجي لنا يا كريم وبتيجي الفريق الطبي لشركه بايو ناتشرالز
اللي هي منعدم فيتامين دي. فالشركه لما لقت ده قررت ان هي، ما انت مش ضامن ان انت تدي الكورس وتلاقي المريض بيلتزم بالمكملات. ازاي منعدم يعني؟ يعني من قله الشمس عندنا. ما هي للاسف بقى، ما ده اللي زعل جدا يا كريم بجد، ان احنا عندنا شمس جميله ما شاء الله، حتى في الشتاء حتى طبعا. في المطره تلاقيها بتطلع على طول باستمرار، بس احنا تعرضنا ليها مش بالصوره الصح. اولا لازم تكون معرض لجلدك مباشره من غير لبس، يعني ايديك كف ايدك ظاهر، مفيش ازاز، يعني انت سايق وقافل ازاز عربيتك انت كده مش معرض، قاعد في بيتك قدام الازاز او في مكتبك برضو مش معرض. فاحنا المفروض تتعرض لها برضو قبل 10 الصبح وبعد 4 العصر. فاحنا عندنا شمس جميله ما شاء الله، بس للاسف ثلاث ارباعنا عندنا الرقم نازل جدا. عشان كده شركه بايو ناتشرز قررت تحط الحل السحري في معدل الحرق، وهو فيتامين دي هديه مع المتابعه المجانيه، اللي طبعا اي حد هيتواصل مع الفريق على الارقام وعلى الصفحه هيقدر ياخد المتابعه المجانيه، اللي هي هتفيده بقى في ايه؟ هتفيده زي ما قلت ان احنا نحطك على الطريق الصحيح من الاول، اسلوب حياتك يمشي ازاي؟ فقدت الوزن اللي هو من 8 ل 12 كيلو مع كورس بيستا شهريا، وده رقم محترم جدا جدا. طبعا طب فقدنا يا دكتور ال 12 كيلو، انا شخص زي ال 30 كيلو ولا حاجه خسيتهم في لو انا رجل هخسهم في شهرين اكيد، انا ما عنديش شك يا كريم، لو ست ممكن شهرين ونص مثلا. اوكي خسينا الوزن اللي احنا عايزينه، بنفرح بننبسط بنصغر مقاساتنا. طبعا شهر الثاني الثالث تلاقي الشخص عشان ما تابعش مع يرجع للمقاسات القديمه بالظبط كده، يبتدي يعمل عادات خاطئه، واحده في الثانيه في الثالثه تلاقي 10 كيلو زادوا، طب انا هظبط ان شاء الله، وينسى هظبط ان شاء الله لغايه لما يلاقي نفسه زاد ثاني 30 كيلو. فاللي احنا بنعمله بقى الفريق الطبي لشركه بايو ناتشرز في متابعتكم على الارقام اللي ظاهره على الشاشه، بمنتهى البساطه بعد ما خسيت التارجت بتاعك بيبتدوا يحطوا انظمه تانية مختلفه عن طريق، يعني ان هم خلاص بقى انت ليك فايل عندنا ومع الفريق، نبتدي نحط حاجه للتثبيت بتكون مختلفه. يعني انا لو شخص دلوقتي ماشي على كورس معين مكون من بيستا من قلب مالتي فيت، الفيتامين مكون من 13 عنصر، مستخلص القهوه الخضراء، فيتامين دي، كل دي الكومبو اللي بياخده المريض في اول رحلته علشان يفقد الوزن وهو مريض، لان مريض السمنه هي مرض بلس ان هي بتؤدي لامراض مزمنه كتير طبعًا جدا طبعًا مصاحبه للسمنه. فاحنا بنتكلم عن مرض فعلا العصر دلوقتي. طيب هو خد الكورس اللي ظهر قدامنا على الشاشه، قلب مالتي فيت فيتامين وبيستا، وخد بيستا ثلاث مرات في اليوم مع قبل الوجبات الرئيسيه بنص ساعه. أوكي. مع كوبايه ميه، وانا بفضل هو بيدوبه في كوبايه ميه او عصير او لبن، ونشرب كوبايه ميه كمان بعديها عشان الالياف اللي انا خدتها اللي هي الشوفان ورده القمح وقشور السيليوم تنفش براحتها بقى. تنفش براحتها خالص وما تخليش شي مجال ولا سبيس لقدرتك الاستيعابيه للكميات المهوله اللي بناكلها، هتقل جدا جدا، فبالتالي السعرات اللي داخل جسمك، ما احنا ما فيش خارج. خلينا نعترف ان المجهود اللي الناس بتبذله بقى اقل القليل، فاحنا عايزين نقلل بقى ايه؟ الداخل. فقللناه بان احنا ملينا معدتك بطريقه صحيه، الياف طبيعيه مليون في الميه وجوده عاليه جدا يا كريم. ليه كمان جوده عاليه؟ عايزه اكد على المعلومه دي، ان الحمد لله كل الحالات كلها بلا استثناء اللي بتتابع مع فريقنا الطبي على الارقام وعلى الصفحه اللي ظاهره على الشاشه كله قال انا فعلا سعيد ببيستا لسبب بقى مختلف عن كمان الخسيه ال 8 وال 12 كيلو اللي مفرحين اي حد. احنا مشكلة الامساك المزمن اللي مرتبطة دايما في بالنا من زمان مع اي نظام دايت، ان اكله قليل ونوعية الاكل يا دكتور بتخليه عندنا امساك مع الدايت، والموضوع ده مضايقني جدا. ده مش حاصل بقى. ده مش حاصل، ده بالعكس الالياف بتشتغل يعني بتحسن منظومة الهضم وحركة الامعاء. فاي شخص بياخد بيستا حتى بيقول انا بصحى الصبح بدخل التويلت بانتظام، حاسس ان حركة الامعاء مفيش بلوتينج وانتفاخات، لان المعدة والامعاء متنظمين جدا. فدي ضمن المميزات اللي ناس كتير عندهم قولون عصبي كانوا عندهم مشكله السمنه وقولون حسوا لا الموضوع فرق كمان صحيا في صحه الجهاز الهضمي بتاعهم. الاعمار بقى ابتداء من سن كام، انتهاء بسن كام ممكن يتعامل مع بيستا؟ ما فيش انتهاء، في ابتداء من سن 13 سنه امن لكل الولاد علشان نبتدي نشجعهم ان هم يفقدوا وزن بطريقه كويسه، وما تحسيش ولادك ابدا ان هم فيهم ديفو او فيهم مشكله طبعًا. وان انت لازم تتحرم عن بقيه زمايلك في النادي في المدرسه عن قرايبك عشان انت عندك مشكله، لا انت عادي جدا تعاملي مع ابنك بطريقه كويسه وبنتك، انت بس حسني شويه من طريقه طهيك للاكل، نوعيات الاكل اللي بتحطيها في الثلاجه، يعني ابتدي ظبطي حاجات كده اساسيات، ثم هناخد بيستا كمنتج طعمه تفاح اخضر يا كريم لطيف جدا جدا. جميل. ميكس كده فيه مزيج طعم الرده الطبيعيه اللي احنا موجوده فيها، زي ما قلنا المنتجات كلها طبيعيه 100%. فميكس طعم الرده والشوفان بيتاخد ككوبايه عصير تفاح قبل الوجبات، هم نازلين الصبح المدرسه، قبل وجبه الغداء، قبل وجبه العشاء، فالولد
قدامه الطبق العادي التقليدي اللي انت معوداه عليه بالاكل العادي جدا، انا مش عايزه اكل دايت، اكله هيقل للنص، فبالتالي هيبتدي الوزن يقل وهو مش حاسس ان هو محروم من شيء. نعلى بقى بكل الفئات العمريه يا كريم، مراهقين، ثلاثينات، اربعينات، لغايه اي عمر كبير في السن، لسبب بسيط جدا يا كريم، هو امن لاي شخص عنده امراض مزمنه، بس مش بس امن، ده عايز اقول لك ان هو بيساعد على شفاء، وده مش معناه ان هو علاج، هو شفاء بصوره غير مباشره. ليه؟ لان ثلاث ارباع المرضى اللي بيجونا او بيتصلوا على الفريق الطبي في شركه بايو ناتشرز على الارقام وعلى الصفحه، دايما هتلاقي ان دكتور العظم قال لي روح خس علشان ركبك والمشاكل اللي عندك شنط العظام. دكتور البطنة قال لمريض السكر عشان سكرك يتحسن وجرعاتك تقل خسس من وزنك. الكوليسترول، كل تقريبا الشكاوى اللي بتيجي من اي استشاري المريض دايما فيها عنصر خسس جسمك افقد وزن. جميل، وده تقريبا ده اللي تحديدا عملته أميرة، وهي كيس موجودة معانا هنشوفها كده ونتعرف عليها وعلى رحلتها مع بيستا كانت عاملة ازاي من خلال التقرير ده. اتفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. أميرة أبو شوشة، سني 39 سنة، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن التقيل من السمنة المفرطة، وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة أنزل الوزن في وقت بسيط، فأنا خدت بيستا وفرق معايا جامد وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة وما كانش عندي أي مشكلة بطعمه ولا أي مشكلة خالص، كان بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح وهايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة لأن بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بيستا، وأنصح أي حد عنده سمنة على طول من غير ما يفكر هي بيستا. كويس، أميرة كانت تجربتها لطيفة مع بيستا، ومش هي الوحيدة الحقيقة، يعني الفترة اللي فاتت في ناس كتير كانوا عايشين بوزن وأصبحوا بوزن تاني خالص، فبالتالي نمط حياتهم اتغير 180 درجة، وأكيد حضرتك بتشوفي ده كتير. جدا جدا، بيبقى في حاجات يا كريم محرومين وممنوعين منها إن هم يعملوها، سواء يعني أنا بيجي لي شباب كتير جدا من اللي بيتواصلوا على الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة مع فريقنا الطبي، بيبقى شاب لسه حاسس إن هو صغير، يعني دي الفترة اللي أنا المفروض أنزل ألعب مع صحابي كرة قدم وأتحرك، وزني التقيل. والأطفال اللي المفروض تبقى بتتنطط مش قاعدة. بالظبط يعني كده، الكبار السن اللي من حقهم يكون في بيتهم حاسين إن هم، خلي بالك إحنا الأعمار يعني بره الناس 50 و60 و70 سنة بينزلوا يتمشوا ويتحركوا ويمارسوا رياضتهم وبيخدموا نفسهم، ما ينفعش ابقى انا سني لسه 50 وسني صغير وعشان وزني شايل حمل كبير جدا على ركبي انا مش قادر اخدم نفسي حتى في بيتي يا كريم، فدي مشاكل كبيره جدا بتشكلها السمنه. عشان كده زي ما قلت لك احنا شركه بايو ناتشرالز لما عملت كورس بيستا المتكامل، سواء الياف مالئه، مالتي فيتامين، المستخلص القهوه الخضراء الحارق للدهون، او الهديه فيتامين دي، كانت حريصه ان هي تمد كل الفئات العمريه او اي حد عنده اي مشاكل صحيه بجميع العناصر اللي ممكن تكون محتاجها. ما هو الفيتامين فيه كالسيوم، فيتامين دي ضروري جدا لامتصاص الكالسيوم. انت لو فكرت فيها هم حاولوا يفصلوا يعني فعلا خطة علاجية للتخسيس تكون تفيد كل الأعمار، ومش بس تفيدهم، تصلح لهم الديفوهات والمشاكل اللي نتجت عن السمنة. عايز أقولك يا كريم، نسبة الدهون العالية اللي عند 3/4 الناس في دمهم سواء كوليسترول أو كده بتأثر على امتصاص الفيتامينات زي الكالسيوم وفيتامين دي. فالناس اللي فاكرة إن السمنة عز وإن اللي بياكل كتير ده وزنه زايد، إن هو عنده مخزون من الفيتامينات، دي معلومة خاطئة تماما. زمان ده في يعني فئة اجتماعية معينة طبعا شايفة إن الكرش ده دليل على عايز منحنى الرفاهيه، بتربي على الغالي. بالظبط، مؤخرا كان بيقول عندك الكرش منحنى رفاهيه يا دكتوره. بالظبط كده، لا 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 خالص، ده للاسف أسوأ حاجه ممكن نكون بنعملها لنفسنا يا كريم ولصحتنا ولاولادنا اللي عرضه بعد الشر، ربنا يحفظهم يا رب جميعا من الاصابه بالسكر النوع الثاني، ودي بقت حاجه منتشره جدا الفتره الاخيره. فاي ام بتتفرج عليا دلوقتي عندها اب او ام كبار في السن عندهم اي امراض مزمنه، عندها طفل بيعاني من السمنه وعندها عنصر وراثي، اول خطوه تعمليها فعلا ليهم عشان يخسوا وعشان يثبتوا
الكبد والوزن ان هي تتواصل مع فريقنا الطبي على الارقام اللي ظاهره على الشاشه وعلى صفحه بايو بيستا علشان تقدر تشرح الحاله الصحيه بصوره واضحه جدا، تلاقي حد يسمعها ومش بس كده يفصل لها اسلوب الحياه اللي هتمشي عليه والكورس من منتجاتنا الطبيعيه الامنه 100% الانسب ليهم، ونبتدي نمشي على خطه علاجيه تحت اشراف طبيب اسبوعي متابعه مجانيه. ومش بس كده، رحله التثبيت برضو هتكون بنفس الطريقه ان شاء الله علشان نضمن الجول او الهدف اللي احنا حققناه حافظنا عليه فنكمل حياتنا عليه باذن الله. عظيم. تعالي بقى نروح لشويه اسئله اتبعتت لنا من المشاهدين. في رساله بتقول انا مريضه سمنه وعندي انزلاق غضروفي والدكتور قال لي لازم على الاقل تخسي من 6 ل 8 كيلو في الشهر، فهل كورس بيستا هيخليني اخس الرقم ده؟ ده اكتر بقى. لا وشوف بقى كمان انا لسه كنت بقول لك ايه وانت بتقول السؤال طبعا. ايه اي استشاري هيقول لاي حد عنده مشكله فقرات او خشونه ركب يا جماعه طبعا. اتجه للتخسيس. هي عايزه تخس كل طموحها 8 كيلو صح كده؟ بيستا هيخسسك من 8 ل 12 كيلو شهريا وبطريقه سهله وبسيطه من غير حرمان ولا دايت. ده مش معناه ان احنا يا جماعه نبوظ الدنيا خالص وناكل اي حاجه، بس معناه ان انت هتطبخي الاكل التقليدي اللي متعوده تعمليه في بيتك من غير اي اعباء اضافيه، بس هو هيملى بطنك فتحسي ان انت مش قادره تاكلي نفس الكم، فبالتالي سعراتك هتنزل جدا جدا وتخسي وتفقدي اكتر من 8 كيلو اللي الدكتور عايزك تخسيه. تمام. السؤال الثاني بتقول انا بنتي عندها السكر ووزنها 120 كيلو وعندها الشهيه عاليه جدا ومش عارفه احل المشكله دي ازاي، فحضرتك تنصحيني بايه؟ هنصحك اول حاجه تعمليها دلوقتي حالا واحنا وانت بتتفرجي علينا تدخلي على صفحه بايو بيستا وعلى ارقام التليفونات وتكلمي المتخصصين من اخصائيين التغذيه، لان دي حاله صحيه عندنا مرض مزمن اللي هو السكر وهي بنوته صغيره. فانا احب الفريق بقى هيحب يعرف كل التحاليل اللي تخصها، طولها ووزنها، كل مشاكلها الصحيه، عشان لما يوصف لها الكورس المناسب ليها او كورس بيستا اللي هو الالياف زي ما قلنا يا كريم. الالياف دي كلها مفيده جدا لمريض السكر، مش بس هتملى بطنه، بتخلي مستوى السكر منتظم في الدم، فبتساعده جدا جدا ان مش بس يخس سكراته، تظبط جرعاته من الدواء على حسب ماشي على انسولين ولا اقراص، تتقل يعني تقل وتبقى احسن كتير جدا. مستخلص القهوه الخضراء هيعلي معدل الحرق، مش بس كده فيتامين دي زي ما قلت لك ليه دور مهم جدا وبيعالج مشاكل السكر والاكتئاب وحاله الوهن والضعف اللي الناس بتحس بيها. وطبعا قلب مالتي فيت المالتي فيتامين 13 عنصر هيكون مهم جدا جدا لحاله زي البنوته دي، عشان لما تخس ونظبط سكراتها تبقى بنوته في سنها الصغير محافظه بقى على كل شيء من شعرها، بشرتها، ضوافرها، جمالها كبنت عايزه تخس وتبقى زي صاحباتها. أكيد. انا أكيد. في صوره جيده وصحه جيده. طيب السؤال بعد كده من الاستاذ احمد عصام بيقول انا وزني 162 كيلو وطولي 175 سنتي. أوكي. عندي 38 سنه، اخذت كورس وماشي عليه بقالي اسبوعين وبنزل في الوزن بالفعل، بس عايز اعرف هحتاج امشي عليه لحد امتى وازاي اثبت وزني بعد كده؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه اصلا. بالظبط بقى احنا عايزين نقول ان احنا هو معلش كريم الطول والوزن تاني الاستاذ كان كام بالظبط؟ وزنه 162 كيلو. اوكي. 162 وزنه؟ هو مكتوب عندي كده وزنه 162 كيلو وطوله 175 سنتي وعنده 38 سنه. اوكي. لا ده احنا عندنا سنه قويه جدا، هو محتاج يخس كتير قوي قوي طبعا. فاحنا هنمشي على الكورس. لو قلنا متوسط الذكور بيخسوا على الكورس تقريبا 15 كيلو معانا تقريبا، ده فيري كومن يعني، فانت محتاج يعني محتاجين حوالي 90 كيلو فقدان وزن، ده رقم كبير جدا. فطبعا هنكمل على الكورس فتره كويسه، فما نشغلش بالنا بالتثبيت دلوقتي، يعني انت بس اهم حاجه المتابعه المجانيه للفريق بي قدمها لك تفضل فيها اسبوعيا، ما تفوتش اسبوع، علشان بنكون في الاول يا كريم محتاجين نباشر قوي الحاله خصوصا ما عندنا وزن زايد كتير، وعشان العزيمه ما تضعفش وما تقلش فالمتابعه على الارقام اللي ظاهره على الشاشه وعلى الصفحه. هنخس واحده واحده كل شهر 15 كيلو، يمكن لو بذل معانا مجهود بس مش دلوقتي في الحركه، لان الحركه برده هتكون مطلوبه، بس طبعا واحنا وزننا زايد قوي كده يا كريم مش برشح خالص المشي او الرياضه عشان ركبنا ما بتكونش مستحمله ده. فهنخس مع الفريق وان شاء الله المشوار يعني قرب النهايه هيبتدي يعمل لك نظام التثبيت اللي هيكون مقارب لنظام الخسيه بس باسلوب مختلف شويه. يا سلام لما الرحله دي تكون شامله كمان ممارسه الرياضه حتى ولو على خفيف. جدا. عايز اقول لك يا كريم يعني فكره بتكون فعلا مفيده للشخص حتى على المستوى النفسي. أكيد. الرياضه بتطلع هرمونات السعاده والاندورفينز اللي بتخلي الحاله المزاجيه حلوه، بتخلي الانسان مقبل على الحياه وعنده الطاقه انه يكمل. جميل. احنا سعداء جدا كالعاده بوجودك معانا، وبشكرك على وجودك في حلقتنا النهارده جزيل الشكر، وان شاء الله نشوفك على خير ان شاء الله باذن الله. وبشكركم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا. ان شاء الله بكره يتجدد اللقاء في حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.